فاليوم اكو واحد شويه سمعه ثقيل، هذا يقعد دائما يم النبي صلى الله عليه واله، اذا طبل من الصحابه هذا يقعد الى جانب حتى يسمع شو يقول النبي، لا تفوت حكايه. اكو واحد ايضا اطروش ايضا سمعه ثقيل، منين هذا؟ من وجهاء الانصار، من الاسر المحترمه بالانصار. هذا طب قيس ابن ثابت لما دخل شق الطريق للنبي، يريد يقعد يم النبي ايضا حتى يسمع. هذا القاعد الاولي الفقير، كلش فقير، من البيوت الفقيره، فهو تصور ان هذا قيس ابن ثابت من اسره محترمه، اسره كبيره غنيه، ان هذا من يشوفه راح يوخر له عن مكانه. لا، ما وخر له، هذا معتز بمكانه الى جانب النبي ويريد يسمع قول النبي. ما وخر له. لما ما وخر قال ابن فلانة أقف عليك فلا تقوم، أنا أوقف على رأسك ما تقوم، هيا ابن فلانة الكلمة صكت سمع النبي صلى الله عليه وآله إلى أن فرغ. لما فرغ صح له، قال له تعال انظر شو تشوف هنا بالمجلس، قال له أشوف أبيض وأحمر وأسود أشكال من الناس، قال له إنك لا تفضل على أحد منهم إلا بالتقوى، أنت مو مخلوق من ذهب والناس مخلوقين من تراب، وفلوسك إلك، ها؟ مو للناس، شنو ذنب الناس أنت تفرض على الناس أن يحترموك؟ يردون تلقائيا يسووا لك خير، أهلا وسهلا، ما يسووا لك، شنو معنى فرضك على الناس؟ قال له يا رسول الله سامحني أنا غلطت، وهذا شفت تضاءل، هو هذا من قال له يا ابن فلان تضاءل، لأن العرب إذا أرادت تحتقر واحد يسميه باسم أمه، ها؟ فلما قال له يا ابن فلان تضاءل تماما، قال له ليش هذا أخوك أذيته؟ قال له يا رسول الله أنا غلطت ومستعد أعطي نص أموالي بس يرضى عني، بس خذ لي رضا. النبي صاح لهذا، قال له تعال سمعت ما قال أخوك، هذا أخوك يقول أنا مستعد أعطيك نصف أموالي بس أرضى عني. قال له يا رسول الله روحي فداك، أنا أرضى عنه بدون أن أخذ من أمواله شيء. قال له ليش؟ قال أخشى أن يدخلني ما دخله، هذا خاف أنا أخذ الأموال أصير مثل متعجرف، وأنا أعتز بخلقي، خليني على أخلاقي، أخلاقي أنا هاي هواية معتز بيها، وعندي الأخلاق أهم من الأموال. هذا المعنى اللي يريده من التربية، يقبض ويبسط. الله عز وجل يريد يخلي العبد على مستوى من الخلق، لأن هذا المال غادي ورائح، يروح ويجي، لكن الخلق منين يحصله؟